زين سويتي خليتي بويارة يرتاح، باشر وراه رحلة طويلة. المهم يا جماعة أنا بترخص بروح أطمن على صاحبي عبد الرحيم وبرجع نتعشى مع بعض. يلا من رخصتكم، في أمان الله. الله يحفظك. ما يصير، البنت منهارة وبهالطريقة عادي تسوي شيء في عمرها. أهم شيء ما حدا يتدخل بحياتنا. سنين وانتي تعلميني أقول اللي في خاطري أول وبعدين أقرر. الموضوع له كتير زمان، لنا سنتين من أجل فيه. إذا ما عليه، أنا مستعدة أنا تعيش عندي، البيت كبير وما حد فيه. عفرة، حكينا كتير بالموضوع. شو هذا؟ شو مستوي؟ أختها الأميرة الكبيرة وقعت من فوق الجبل وماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي، إيش عم بيصير فيك يا أميرة هلأ؟ صدقين ما توقعت الناس يتفاعلون ويا القصة هالكثر. قصة عاد الصورة اللي انتشرت للسيارة اللي طايحة من فوق الجبل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمها برحمته، والموت حق، والبنت اللي ماتت تشبه أي بنت عايشة حولنا، لكن القصة تحور. على فكرة تراها كانت هني روحها عشان تدرس، بس شكله شيء استوى عندهم هناك وراحت. مبروك، ما أبغي أسمع شيء. تخيل اللحظة اللي عشتها، حصة تموت أختها وهي معاي. تدري ما عرفت وش أقول، ولا أدري كيف سكت ووصلتها. الله يرحمها. أجرنا وأجركم، جزاكم الله خير. الله يخليك يا رب. أجرنا خلاص سارة ما بترد لها الغرفة، ما بنشوفها مرة ثانية. سارة تعرف احنا ايش كثر نحبها، خلاص ما بنشوفها الصبح ولا بتكلم وياها في الليل. خلتني أشتغل، كانت تخليني أسوي كل شيء كان خاطرها تسوي. ليش قالت بتسوق في هاليوم؟ أبوي شو بيسوي؟ أبا كل حد يطلع، بس أبغى أشوف أبوي. أنا من يوم وأنا رديت ما شفته ولا حضنته.
خير، شو موقفينك برا؟ سمعت عن السيارة اللي طاحت من فوق اليبل؟ هاي سيارة المعلمة والبنت كانت وياها. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لازم أسير أجيب البنت، ما يستوي أخليها عندهم. زين تعال تعال كابويا، أنا بوديك. أنت ما شوف الليل، تعال. صار لك ساعتين تتريق يا اسطى، توترني. مسعود انت بتعرف منيح شو بدي اعمل، ولازم تكون معي. يارا تركت الشقه والشقه هلا فاضيه وطيارتها الفجر. يمكن راحت الفندق. لو راحت الفندق كانت تركت خبر، مو تركت لي فستان معلق على حيط غرفتها. سمعت عن البنت اللي طاحت بسيارتها من فوق اليبل؟ الله يرحمها. انا بشو انت بشو مسعود؟ هاي اخت حصه، بيان خدتها ودتها بسيارتها بيت ابوها. لعمة غريب اللي عم يصير، كيف كلهم عم يطلع لهم علاقة ببعض؟ المهم أنا خلص دوامي الحين، شو تبغى لنا نسوي؟ ليلة صعبة والله، ما أقدر أقول لك لا تروحين وهي أخت ربيعتك، والليلة بالذات محتاجتنك تكونين وياها. بس تعرفين أمك تحاتي بأن الطيارة الفير، وما تبغى هالمرة أي سبب يمنعكم من السفر. كل شيء حوالي رافض فكرة الهجرة. إنزين، تبيني أنا أوديك وردك قبل الساعة 12؟ ألا بسندريلا هلأ؟ عشان أمك، بتطمن أنت وياي، وبعد بتتأكد أنك بترجعين؟ أتصل بعمر. ما شاء الله أشوف عمر مستوي بطل القصة عندك. أمي مش طايقة أسير طول عمر. هو وينه؟ ما بعرف. تبيني أنا أوديك ولا عمر؟ ساكن الوادي، أوهو يا سنادي، لا ماي ولا زادي، هو هو يا بنيتي. أنا بترياك هني، خذي راحتك داخل. عاد اسمحي لي ما أقدر أنزل وياك، أحس إني ما أقدر. وتعرفين بعد ما أعرفه. أنا بعثت لوكيشن لعمر، شفتي مثل المجنون صار يتصل. ترى هالشي اللي يخليني أتريا برا، أقدر أتصل فيه وأقول إن أنا مع يارا. رح يستغرب كيف مع يارا ورايحين لبعيد. لا تحاتين، أنا بتفاهم وياه. أنت انزلي الحين، البنية تحتاجك داخل. ثانك يو، عن جد ثانك يو. روعة؟ كانت تفتح عينها في الليل وتطالعني، كنت أعرف أنها كانت تطالع فيني، كنت أعرف أنها كانت تطالع فيني طول الليل كأنها أمي. يا الله كيف ماتت. يوم دشيت غرفتها حسيت فيها. أنت لازم تردين البيت الحين، كلهم مشغولين في العزة، ما حد بيهتم فيك. اسمعيني حبيبتي، روحي يمعي أغراضك وتعالي، أنا بردك وياي. أنا بعد مثلك أحب التحدي.
أنا كل شيء قاعد يروح مني. سارة راحت وأنتي بعد بتروحي. والله مقهورة أني مش قدران أبقى معك. أول مرة أفكر فوق ويتشي. الله يصبر كمان. ما عارف شو كنت بسوي لو أنت مو بجنبي. غريبة هالحالة، كل الناس مجتمعين وكلهم زعلانين ومتضايقين. هذول الناس مستحيل تشوف يوم فرح. للأسف صار الحزن عم يجمع الناس أكثر من الفرح. نحن لازم نرجع قبل الساعة 12، أنا وعدت أم يارا. تعرف طياراتهم الفير. لا تعصبي حالك لأنه يارا ما راح تسافر. كيف يعني؟ بتجبرها؟ إيه بجبرها. نفس ما جبرت حرمتك، أقصد طليقتك، إنها ما تسافر وبعد شلت بنتك وراحت. هالمرة غير. يارا مستحيل تسافر. ما راح تسافر يعني ما راح تسافر. إن شاء الله خير. أنا بخليكم. عمر والله ماني قدراني أحكي وأنا شايفة رفيقتي بهالمصيبة. اليوم شفتك في الفيديو. تابعين اللي نزله؟ من زمان. أحب كل شيء تقدمه وتسوي. شو أكثر فيديو حبيتي؟ شيء فيديو في المزرعة بين الشير. إيه أحب هالمكان. مسعود ترى نحن أهل وأنت ولد خالتي. صح أول مرة أشوفك. بس في وايد أشياء تمنعنا. صدق؟ أنا من البداية كنت بقول هالشيء. يمكن كبرنا وما عرفنا بعض عدل. زين وانتي تتابعيني كنت تعرفين أنا ولد خالتك؟ إيه. وسويت نفسك بالضبط. تميت ساكتة. أنتي بنت غاية. تدرين من أول ما وقفتي وياي كنت بقول لك إن أنتي بنت غاية. تحبها؟ كبرت عندها. ما حد شراتها في هالدنيا. صدق إن عندي الجرأة إني أركب سيارتي وأسوق أسير وين ما أبا، أو إني مثلاً أوقف وياك في الشارع، بس ما عندي الجرأة إني أتكلم عن غاية. قصدك أمك؟ أبا أشوفها بس بدون ما حد يعرف ولا حتى هي. الأخصائية دفنوها الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. بس أنا قلت ما بتين. شفت كل حد يصيح إلا روعة. الله يرحمها. إن شاء الله باكر بسير العزة. توديني وياك. أنا قلت ما بشوفك في البيت. ترى عبيد خبرني. اللي قال لك إياه واللي قلت لك إياه تعرفه وايد زين. ما بتكلم قدام البنت. تراني أنا مخلنك في هالبيت علشان خاطر عيالك. كنت بتطردني؟ أنا يمكن كنت أم مقصرة، أم لاهية ما تسأل عن عيالها، لكن بعمري بحياتي بعمري ما سمحت الفلوس إنها تسوي فيني نفس ما سوت فيك بولدك.
بس أنا ما كنت أدري. ليش يوم دريت أنت شو سويت؟ ترك تميت ساكت؟ أنت اللي شو تبين توصلين؟ أباك يوم تروح ترقد وتغمض عينك تفكر وايد زين. سلمى كم تستاهل من العقار اللي عندي؟ ويوم تحصل إجابة بلغني، وإلا والله ما برتاح ولا قلبي بيرتاح إلا ما يكون مصيرك من مصير ولدك. سعود يارا صارت في أهلها المطار. يا الله أقول لك ترى عمر يترياها في الشقة مسكين بيتخبل.